منورنا وعايزين نبارك لك على الثلاث اعمال الجميله السينمائيه اللي بتخوضها في الفتره دي، وعايزينك بقى تقول لنا نبذه صغيره عن دورك في تماسيح النيل ومشاركتك فيه مع استاذ سامح. تماسيح النيل انا بعمل دور جوز اخت خالد الصاوي وبنتآمر عليه انا ومحمد ثروت عديل يعني عشان نحاول ناخد جزء من فلوسه. تمام. المشاركه بقى مع استاذ سامح الكواليس بتاعتها كانت عامله ازاي؟ سامح عبد العزيز مخرج اصلا في الحياه هو بني ادم لطيف. سامح يعني حد ودود جدا يعني، هو في بيته في مكتبه واحنا قعدتنا عنده في مكتبه، ففي الكواليس واحنا في الرحله كنا في رحله يعني مش شغل بنسبة 100%، بالعكس احنا كنا بنشتغل عشان نستمتع بالرحلة. متعودين من جمعة انه بيتنوع في ادواره الكتيرة وما بيكررش عمل هو عمله قبل كده، بما انك بيعرض ليك حاليا دلوقتي ثلاث افلام في نفس السيزون في سيزون واحد، ايه شعورك وكنت بتنتقي الاعمال دي ازاي وكنت بناء على ايه بتقيم العمل عشان تخوضه؟ الحمد لله ان زي ما بتقولي كده هم الاربعة مختلفين، يعني في مربع برمودا انا بعمل ظابط، في قمر 14 بعمل واحد حد صعيدي بيقتل عشان اخته، في الجريمه بعمل غفير على بتاع ده على شاليه بتاع احمد عز، في الفيلم هنا بعمل محامي، فالاربع شخصيات مختلفين الحمد لله.